شلال التراغنية بولاية شلف واحد من أروع الفضاءات السياحية المفتوحة التي تستهوي شباب وعائلة المناطق المجاورة باعتبارها تحفة سياحية عذراء جمعت بين خضرار الطبيعة وزرقة البحر، كما زاد تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تهافت الزوار إليها لقضاء أوقات مريحة عوض التوجه إلى البحر. جيت مقلعة بلاصة ما شاء الله، عندي بزاف ملي جيت ليها عاود وليت لي هذه الخطرة. بلاصة سياحية مي ناقصة شوية صوالح مازالت مخصوصة. في لي ريزو سوسيو عرفنا هذه البلاصة، ما شاء الله لي فامي كانوا هنايا هما راحوا جاو الصباح بكري. بلاصة مانيفيك، عندك برك شوية نظافة لازم نقولوا يحافظوا عليها كي يجوا لي فامي. حنا جينا من مدينة البليدة ورانا مكومبين في بوشغال، والمضرب هذا رانا كل عام نجوليه، خيم لتونس وخيم بلادنا شابة ماذا بينا كل عام نجوليها. جينا لهنا للشرشار من مدينة البليدة مو بونسي، الحمد لله جينا مناطق خلابة. زوار هذا الفضاء السياحي المفتوح يترجلون إليه بين ثنايا الطبيعة والقفز من أعالي الشلال غير مبالين بالأخطار. مكان سياحي يعني وش هو تخصه شوية المرافق، ما كانش هذه المرافق واللي يكون عنده الأولاد صغار في العائلة سي ديفيسيل مو باش يوصلهم، لهذا نطلب من السلطات تعطي أهمية كبرى لهذا المرفق السياحي. مليحة ما شاء الله، بصح يخصها بزاف حوايج كيما الطريق كيما الماء، ما كانش ثاني ناقص تما. يبقى هذا المكنون السياحي الباهر يفرض نفسه للتحدث عن الطبيعة في انتظار اهتمام من السلطات المحلية للعناية به والمساهمة في شق مسالك لتحويله إلى فضاء سياحي حقيقي لزوار المنطقة صيفا وشتاء.